السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. النهارده هنبدا الحلقه بنوجه رساله للسيد المسؤول، السيد رئيس اي حاجه ووزير اي حاجه والمسؤول عن اي حاجه واي حد في اي حته، السيد اللي مسؤول عن اكل عيش الناس ووظيفتهم وامانهم، السيد اللي عايز يبقى كبير ابقى كبير بس بعد اذن سيادتك، طول ما الناس محتاجة ما ينفعش تورينا وشك وتكلمنا على دولة كبيرة وتكلمنا على إنجازات وتكلمنا عن إنك العبقري اللي ما حصلتش وما جاش زيك. سيادتك مهما كنت ومهما عليت، مهما كان قدرك ومهما كانت قدرتك الشخصية، حتى لو الناس شايفينها متواضعة وعلى قدها وتعبانة وحالتها بالبلة، بس مش مهم، كل ده لا يعنينا ولا يعنينا جمالك ولا يعنينا فهمك ولا يعنينا انك حكيم وانك فيلسوف وانك كبير، ولا يعنينا كل ده. يعنينا ان البلد تبقى بخير وشعبها يبقى عزيز وكريم وراسه عالية. يعنينا ان احنا ما نشوفش المشاهد اللي فيها مواطنين بياكلوا من الزبالة وبيتزلوا وبيتهانوا. يعنينا ان الناس ما تمدش ايدها ولا تشتكي من الفقر والحاجة. يعنينا ان البلد تفضل راسها عالية عزيزة قوية لها جانب ولها منعة ولها سيادة. اما غير كده مش مهم. سمي نفسك زي ما انت عايز، تقول على نفسك ان شاء الله تقول فيك ما قال مالك في الخمر، انت حر تبقى احسن واحد في الدنيا او تبقى اسوأ واحد في الدنيا، بس في ثوابت علشان بس ما تاخدش في بالك ان حد ضدك. لا، بص يا سيادة المسؤول، ايا كان مكانك وايا كان اسمك، عايز تبقى عظيم وكبير والناس تسقف لك، عايز حتى تسرق شوية من البلد، عايز تبقى ملكش حل وتؤرخ اسمك في التاريخ او تكتبه حتى في صفحات الكتب المدرسية للطلبة والطالبات، مش عايزين فقر في البلد، مش عايزين ظلم في البلد، مش عايزين جور، مش عايزين اذلال، مش عايزين ناس بتبكي ومش لاقيه تاكل. عندي مشاهد للاسف في الوقت اللي بيتكلموا عن دوله جديده وجمهوريه جديده، هو الدوله الجديده والعاصمه الجديده اللي انتوا مكسوفين لما حد يجي يروح على العاصمه الجديده دي يبص على شماله يلاقي مساكن الماظه القديمه شويه، ولا يلاقي الحي السادس اللي هو مش عارف ماله، انتوا مكسوفين من شكلها فبتحاولوا تجددوا. طب انتوا مش مكسوفين من ده؟ مش مكسوفين من المشاهد دي؟ هتعملوا دولة جديدة وجمهورية جديدة وعاصمة جديدة وكله جديد في جديد، والقديم بياكل من الزبالة والناس بتشحت مش لاقية. هتقول لي بيحصل في كل دول العالم، هقول لك صحيح بيحصل في كل دول العالم، بس احنا في مصر اللي يعوزوا الغلابة دول يحرم عليك ويحرم على اي مشروع بتعمله لو مش في صالح الغلابة دول. بس الغلابة دول هيجيبوا منين 8 و9 مليون علشان ياخدوا شقة عندك في العاصمة الادارية الجديدة، ولا 3-4 مليون علشان ياخدوا بيهم محل؟ منين هياخدوا ايه ويبقى معاهم كام عشان يركبوا المونوريل والقطر السريع حاجات ده حلوة على فكرة. انا مش هقدر اقول على حاجة حلوة انها وحشة. حلو انك يبقى عندك ده، بس مش حلو يبقى عندك الحاجات دي بالدين والناس دي بتاكل من الزبالة. ليه؟ لان الناس دي اللي هتفضل تدفع الديون. 142 مليار دولار عليك لبره بيسألوا رئيس الوزراء الدكتور ولا معرفش هو بيشتغل ايه مصطفى مدبولي عن الديون الخارجية، فقال اصل دي يعني حاجات اقتصادية ودي حاجات بس كده، ما فهمناش منه حاجة. رئيس الوزراء مش عارف حل للمشاكل الاقتصادية. لما سأل وزير المالية، وزير المالية تفضل علينا وقال لنا شغلوا دماغكم معايا، ما أنا مش هحل لوحدي. يا أيها السيد المسؤول، إن كانت هذه الشيلة تقيلة على حضرتك قور امشي. البلد فيها 104 مليون بالمناسبة، مش لازم يبقى ليهم ظهير من جماعة ولا حزب ولا توجه ولا حركة أبدا، كفاية أنهم يبقوا من الشعب ده من قلب البلد دي وحاسين بناسها ونارهم واحتياجاتهم.
كفاية انه يبقى بيعدي في الطريق شايف الناس بجد، لانه لما هيشوفهم هيشوف دول وهم بياكلوا من الزبالة، فهيصعب عليه اللي بيحصل، هيعز عليه بلده وشعبه. امبارح كنا عاملين حلقة بنتكلم فيها عن الحد الادنى الجديد اللي اعلنوا عنه قبل 25 يناير علشان يطبقوه في 1/7، فاتفاجئنا بالفلاحين لما كلمونا وقالوا انتوا مش حاسين بينا. اتفاجئنا بقطاع كبير من مصر الفلاحين اللي خيرهم على البلد كلها ومحدش يقدر ينكر. اتفاجئنا كمان بالعمالة المؤقتة اللي اكتر من 500,000 مواطن بيشتغل وعليه واجبات كاملة وبيعملوه على انه منقوص الحقوق. ليه؟ عشان مين؟ خد بالك ان كل الضغوط دي اللي بتخليك في الاخر تشوف المشهد ده، الفلاح اللي مش لاقي هتلاقيه بيعمل كده بعد ما تتقفل في وشه الدنيا كلها، والموظف اللي مش لاقي بعد ما تتقفل في وشه الدنيا كلها هيعمل كده. يا كل حد بيدعي حب مصر، يا كل حد بيدعي انه عظيم وكبير وما حصلش في التاريخ، يا كل حد عايز يبني حاجة في مصر بجد، الأهم من بنى الكباري والمدن والمدن أو العواصم الإدارية أو الأهم من ده كله، ابني هنا، تاجر في دول، أكل دول، ما تخليهمش محتاجين. وقتها يا سيدي هنقول لك أنت كويس، وقتها هنقول يا سلام ما حصلش. إنما أدي راجل بياكل من الزبالة، تعالوا نشوف. مش راجل بس، راجل وست وعيال صغيرة وشباب. أنا مش بتصيد ومش بفضح، أنا بيعز عليا أهلي وناسي، أنا بيعز عليا أهل البلد اللي بيتاجر بيهم وبيدفعوا من جيوبهم ديون لحاجات عمرهم لا هيشوفوها ولا يستخدموها، وإن شافوها هيبقى مرورا وهم معديين مش أكتر. اغنوا أهل مصر وبعدين تعالوا نقول لكم اللي انتوا عايزينه. تقول لي ايه ده، ما هي لابسه كويس. هقول لك ايوه هي لابسه كويس، انت اللي مش كويس، انت اللي خليتها تعمل كده النهارده.